الرهينة الفرنسية ماري دوديو البالغة من العمر 66 عاما التي خطفها صوماليون في بيتها في كينيا مطلع الشهر الجاري توفيت في ظروف غامضة تقول السلطات الفرنسية. الخاطفون حولوها إلى الصومال، وباريس ترجح أن هذه المرأة التي تعاني من إعاقات جسدية إضافة إلى داء السرطان وقصور في القلب قد تكون حرمت من تناول دوائها، وأن حالتها الصحية الهشة لم تتحمل صدمة الوقوع بين يدي القرصنة. القوات الكينية فشلت في تعقب الخاطفين. باريس استنكرت ما وصفته بوحشية الخاطفين وطلبتهم بتسليمها الجثمان دون شروط، متواعدة بكشف هوياتهم وإحالتهم على القضاء. كينيا تشتبه في حركة الشباب الإسلامية الصومالية الوقوف وراء عملية الخطف، لكن مصادر صومالية تستبعد ذلك. إسبانيتان تنتميان إلى منظمة أطباء بلا حدود في الصومال تعرضتا بدورهما للخطف الأسبوع الماضي في أحد مخيمات للاجئين، وهما حاليا رهن الاحتجاز.